كلمة انسايد معناها بالداخل، تبقى اندو زي اندوسكوبي اللي هو بيبقى فحص بنستخدم فيه المنظار عشان نفحص ما بداخل عضو ما. الراوند معناها حول او محيط شيء ما، هتبقى بيري زي بيرينيال محيط الشرج. بيهايند معناها بجوار، هتبقى ريترو زي ريترو ستيرنال. ايبون معناها اعلى، هتبقى ايبي زي ايبي ديرمس اللي هو سطح الجلد او الطبقة الخارجية منه. ثرو او فيا من خلال، هتبقى ترانس زي ترانس كوتينيوس من خلال الجلد. وذن عن طريق، هتبقى انترا زي انترا فينس عن طريق الوريد. بيلو هتبقى سب زي سب كوتينيوس اللي هو تحت الجلد. اباف اعلى، هتبقى سوبرا زي سوبرا رينال جلاند الغدة الفوق كلوية اللي هي الغدة الكظرية. بيفور قبل، هتبقى بري زي بري بريجنانسي اللي هو ما قبل الحمل. افتر هتبقى بوست زي بوست ابورشن، ابورشن يعني اجهاض، هتبقى بعد عملية الاجهاض. بعد كده مجموعة المعاني المضادة، واشهر كلمة هي كلمة او ان، لما تضيفها للسافكس ايميا اللي معناه دم يبقى نقص دم اللي هو انيميا. وكلمة انتي زي انتي فيروس اللي هو ضد الفيروس، وام زي كلمة امبالانس انعدام التوازن، وكلمة ان انكمبتنس اللي هو انعدام القدرة، وكلمة ان زي انسترايتد غير مخطط زي العضلات الغير مخططة. نان هتبقى نانكوجينيك اللي هو لا يحتوي على ورم.